رأيك الفني في مهرجان الجونة كان ختامه امبارح، ويمكن فيلم فوتوكوبي هو اللي أخذ الجائزة، رأيك عامة على المهرجان؟ والله طبعا أنا سعيدة أنه بقت إن إحنا دخلنا بقى فكرة المهرجانات الخاصة، وأنه ما فيش الدعم كان لوجيستي من وزارة الثقافة، فحاجة يعني أتمنى أنها تتعمل وتتكرر، أنه مش لازم تبقى الحكومة هي اللي بتدعم، ويمكن الحكومة تغير أكتر فتدعم المهرجانات بتاعتها أكتر، لأنه طبعا بقى الفرق كبير جدا ما بين المهرجانات الكبيرة العملاقة زي مهرجان القاهرة واسكندرية وبين مهرجان الجونة. طبعا انه طبعا كل ما بتصرف كل ما بيبان او بيظهر الصرف، لكن الحقيقة كتجربة اولى الحقيقة تجربة اعتقد انها ناجحة. انا الحقيقة اعتذرت عن الحضور لاسباب ان انا كانت لسه بداية الدراسة وكان لازم ابقى متواجدة، لكن الحقيقة انا سمع خير عن المهرجان. طبعا زي ما بقول لحضرتك الميزانية ضخمة جدا، فطبعا الميزانية ضخمة فانت بتجيب بتدي للمبدعين جوائز مالية، فده بيشجعهم ان هم ييجوا، انما انت عندك مهرجانات تانية زي مهرجان القاهرة كبير اللي هو من أقدم المهرجانات، مهرجان اسكندريه ما بيدوش جوائز ماليه، فبالتالي ايه اللي هيخلي واحد عنده فيلم جديد او مهم انه يجي؟ اللي هيخليه يجي يعني طبعا يعني طبعا مصر، طبعا زمان كانت الفكره غير كده، يعني ان انا اجي مصر وان انا اتصور ورا الاهرامات وان انا اروح النيل واروح الاقصر وكده، اوكي ده شيء برضو في بالنسبه لناس معينه اوكي، بس طبعا بعد الاحداث المؤسفه الاخيره خالص يعني القديمه، الحمد لله ان احنا بنتخطاها يعني، ولكن طبعا فكره انك انت ما بتديش اي جوائز ماليه ده الحقيقه بيخلي الناس او الاقبال على ان هو يجي المهرجان او يشارك في المهرجان بتبقى ضعيفة جدا. اتمنى ان الدولة تدعم المهرجانات بشكل كبير لان هو ده الاساس، او ان سبونسرز كمان يخشوا رعاة يخشوا مع مهرجاناتنا علشان يدعموا، مش بس الدولة يعني في ناس تانية، يعني مثلا ألا ساويرس ليه ما يدعموش مهرجانات كبيرة يعني بدل ما هم طبعا حطوا كل تقلهم على مهرجانهم. أتمنى كمان أن هم يبقوا أحد الرعاة الرسميين للمهرجانات الكبيرة زي القاهرة واسكندرية، خصوصا أن اسكندرية خلاص فاضل له أيام تتعدى على صوابع الإيد الواحدة يعني إن شاء الله.